انت اكيد مثقف ومقضي عمرك بالصالات الفنية وما عم تضيع عمرك على تيك توك وبلاوي اخرى، مشان هيك اكيد بتعرف العبقري الفنان السوري لؤي كيالي. كيالي ولد بحلب سنة 1933 من عائلة أرستقراطية غنية، أراضي، أطيان، هيك مثلك نفس مستواك المادي والاجتماعي. درس الحقوق، بعدين بعثته وزارة المعارف السورية لروما لدراسة الفن التشكيلي. رجع من روما وصار أستاذ بكلية فنون الجميلة بدمشق، وبلشت قصة نجاحه علاقات مع الطبقة الأرستقراطية بسوريا، مع الأثرياء، مع الوزراء، مع السفراء، عم يرسملن ويرسمن. كان أكثر فنان لوحاته عم تنباع بسوريا، باع لوحة ب 350 ألف ليرة سورية، وهذا مبلغ كان ثروة بهداك الوقت. بس لؤي العبقري أصيب بمرض سموه بهداك الوقت مرض النفاس الدوري، وانت ما سمعت غلط، هن جابوا الاسم قال من اكتئاب ما بعد الولادة، اختراع سوري نفسي بحت. بعد سنة 63 فجأة بسوريا اكتشفت الطبقة السياسية والمثقفة انه والله في كادحين بالبلد، في فقراء، في معترين، فكان في توجه عام نحو هي الطبقة، قال يعني على اساس لا انتشالة. لؤي كيالي كمثقف قرر انه يحتك بهي الطبقة، يرسمها، واكتشف الفقراء، المعترين، المسحوقين والكاذحين. حرفيا هو انصدم انه كيف في ناس ممكن تعيش 24 ساعة على 24 ساعة بهي المعاناة وهذا الفقر. قام اخذ قرار بانه يرسمهم ويقدمهم بمعرض سماه في سبيل القضية سنة 67. بالمعرض بقى النقاد ما رحموا، قالوا له شو هاد، شو عم ترسم، شو هالمناظر هي، وصار في هيك همس حواليه بانه لؤي كيالي انتقل من رسم كلب زوجة السفير إلى رسم الفقراء. فشل المعرض، فشل حرفيا، وما انباعت منه ولا لوحة. قام لؤي لم كل اللوحات، أخذهم على البيت وأتلفهم، ودخل بقى بحالة اكتئاب وتعب نفسي. قام راح لعند دكتور كان اسمه عبد الخالق سلطان، قعد معه قال له أنا هيك 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 عم حس. قام هذا صفن الصفنة الطويلة وقال له أنت معك مرض النفاس الدوري. طيب شو هو هذا مرض النفاس الدوري؟ قبل ما نعرف تماما شو هو المرض اللي عن جد كان مصاب فيه لؤي كيالي، خلينا نكمل انه هو من سنة 67 لسنة 73 دخل بحالة من الجنون، وهذا توصيف الكاتب ممدوح عدوان اللي كتب عنه بكتاب دفاعا عن الجنون. 7 سنوات عاش فيهم بحلب، ما عمل شيء كتير، رسم شوية لوحات لكن كان بعزلة تامة. ترك حلب ورجع على دمشق سنة 73. المفروض هون انه طاب، انه تعافى، انه شوفي من مرضه، لكن الحقيقة لا، على الأقل مثل ما بيقول مرة تانية ممدوح عدوان، بيقول إنه هاي السنوات من 73 حتى وفاته سنة 78 كانت الفترة الأسوأ بحياته الفنية. قدم فيها لوحات بسيطة، رسم الزهور، الورود وشوية بورتريهات، وبنفس هاي السنوات حالته النفسية كانت عم تسوء، وأدمن الخمور والمخدرات حتى إنه صار من رواد الكازينوهات. ولأنه النقاد على طول بيختلفوا، فصلاح الدين محمد بيشوف إنه لا، هي كانت الفترة الذهبية لؤي كيالي ورسم فيها أجمل لوحاته. وبيرجع المرض بيهاجم لؤي سنة 78، فبيترك دمشق وبيروح على روما، بيترك روما وبيروح على حلب. بحلب كان قاعد ببيته على سريره عم يدخن، توع منه السيجارة، بيحترق هو والبيت وبيتوفى. في نظريات بتقول انه انتحر، بس اغلب المصادر بتقول انه لا، الوفاة كانت طبيعية. ام نرجع للاختراع السوري، شو كان المرض اللي مع لؤي كيالي؟ اليوم عم ينحكى عن 3 أمراض من الممكن انه تكون اصابت العبقري السوري. اولا اضطراب ثنائي القطب، ثانيا الاكتئاب الشديد، ورابعا الفصام.